ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. وحشتوني خالص خالص خالص. النهارده عايزين مع بعض نراجع على كل الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده، وهنحل اسئله كده مع بعض، وكلكم ان شاء الله هتحلوا معايا صح. يلا بينا. اول سؤال عندنا، وهو بيقول لي اكتب اسمك. بيقول لي ايه؟ اكتب اسمك. انا طبعا لازم اول حاجة اكتب اسمي. طبعا كلنا شاطرين وعارفين نكتب اسمنا، وكمان عارفين نكتب اسم ايه؟ اسم بابا كمان. يبقى هكتب اسمي وهكتب اسم بابا جنبي. يبقى اكتب اسمك. شاطرين. السؤال اللي بعديه، اكتب اسم مدرستك. اكتب اسم مدرستك. برافو عليكم. اكتب اسم مدرستك. طيب اسم المدرسة بتاعتنا ايه؟ الواحة. برافو شاطرين. الواحة. احنا قلنا ال يعني ايه؟ الف فلان. ال يعني ايه؟ الف فلان. يبقى هكتب الواحة. واو جاي وراها مد الف. شاطرين. يبقى الواحة. انا قلت ح، حاء جاية وراها ايه؟ جاية وراها تاء مربوطة. طب يلا نكتب مع بعض. يلا. ال يعني ايه؟ الف فلان. ال يعني ايه؟ الف فلان. يبقى اقول ال واو جاية وراها مد الف. شاطرين. ح ح، انا قلت ح، يبقى حاء جاية وراها تاء مربوطة. شاطرين. طبعا المد بالالف اهو، عندنا المد بالالف يجي قبليه ايه؟ فتحة. يبقى كلنا نحط فتحة على الواو هنا. برافو عليك. يبقى انا كتبت اسمي وكتبت اسم المدرسة بتاعتي الواحة. السؤال اللي بعدين شوفوا. السؤال ده ايه بقى؟ السؤال ده جاي هنا جايب لي جملة. الجملة دي طبعا احنا عارفين ايه الفرق ما بين الجملة والكلمة. الجملة هي جملة مكونة من كذا كلمة، تبقاش كلمة واحدة. الكلمة الواحدة هي كلمة واحدة، يبقى كلمة، بس الجملة تبقى أكتر من كلمة. خلاص. طبعا هنا جايب لي جملة لازم نقرأها مع بعض الأول، وبعد كده جايب لي تحتيها مجموعة من الأسئلة. طيب أنا هجاوب الأسئلة دي منين؟ من دماغي ولا من الجملة؟ لا، من الجملة. برافو. يبقى لازم احنا بقى نقرأ الجملة الأول، لأن الأسئلة دي هي إجابتها في الجملة اللي قدامنا دي. يلا مع بعض نقرأها. هذا فيها مد ألف. شاطرين. هذا فيل وهذه فراشة. يبقى هذا فيل وهذه فراشة. كمان مرة نقرأها مع بعض. هذا فيل وهذه فراشة. برافو عليكم يا كيش. السؤال بيقول لي هنا، هات من العبارة السابقة. العبارة السابقة اللي هي الجملة اللي قدامنا دي. أول سؤال بيقول لي هات كلمة بها مد بالياء. هات كلمة بها مد بالياء. انا هجيب كلمة بها مد بالياء. طيب انا هجيبها منين؟ هجيبها من دماغي ولا اجيبها من الجملة؟ انا سامعاكم شاطرين، هجيبها من الجملة مش هجيبها من دماغي. طيب انا عايزة كلمة في الجملة، كلمة بها مد ياء، كلمة فيها مد بالياء، يا ترى ايه هي؟ نقرأ الجملة كمان مرة. هذا فيل. شاطرين. فيل. يبقى فيل هو اللي فيه مد بالايه؟ برافو عليك. وفي مد بالياء. وانا بكتب كلمة فيل هكتب فيل. لازم اقول الكلمة وانا بكتبها. احنا عارفين طبعا ان احنا لازم نقرأ الكلمة واقولها واشتهجها كده وانا بكتبها عشان اكتبها صح. يبقى فيل. كلمة فيل هي فيها مد بالياء. برافو عليك. طيب احنا عارفين طبعا المد بالياء
صاحبته مين؟ الكسرة اللي لازم تيجي قبليه على طول. يبقى المد بالياء يجي قبليه كسرة، مد بالياء يجي قبليه كسرة، علشان كده حرف الفاء تحتي كسرة. شاطرين. طيب نيجي على السؤال اللي بعدين، يلا نقرأه. هات كلمة بها مد ألف. هات كلمة بها مد ألف. هبص للجملة اللي قدامي، يا ترى فين الكلمة اللي فيها مد ألف في الجملة؟ ها فكر. يلا أنا سمعاكو شاطرين. قلتوا فراشة، فراشة. كلمة فراشة هي اللي فيها مد بالألف. يلا مع بعض نكتبها. يلا فراشة، فراشة. طبعا المد بالألف اهي، واحنا عارفين ان المد بالألف صاحبته مين؟ الفتحة. مد بالألف يجي قبليه فتحة، مد بالألف يجي قبليه فتحة. شاطرين، علشان كده حرف الراء فوقيه فتحة. يلا السؤال اللي بعديه، هات اسم إشارة. هات اسم إشارة. ايه هو اسم الإشارة؟ ايه هي اسماء الإشارة بتاعتنا؟ اسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء. برافو، هذا وهذه وهؤلاء. شاطرين يا كيجي. طيب ايه هو اسم الإشارة اللي موجود في الجملة اللي قدامنا؟ سمعاكو، هذا وهذه. برافو، نكتب هذا ونكتب هذه. هذا اخرها ايه يا كيجي؟ اخرها مد بالالف. برافو. طيب هذه اخرها هاء مربوطه، هذه يبقى هاء مربوطه. شاطرين يا كيجي. طيب السؤال اللي بعديه، هات كلمه بها تاء مربوطه. هات كلمه بها تاء مربوطه. عايز كلمه في الجمله فيها تاء مربوطه. طيب ايه الكلمه اللي في الجمله فيها تاء مربوطه؟ كلمه ايه؟ ها فراشه، فراشه. اي كلمه فراشه، كلمه فراشه. طيب شه التاء المربوطه بنطقها ازاي مع الحرف اللي قبليه؟ يعني مثلا هنا عندي شين جايه وراها تاء مربوطه شه، يبقى انطقها ازاي؟ شه. كمان مره شه. برافو عليكم يا كيجي. يبقى كلمه فراشه هي اللي فيها تاء مربوطه. شاطرين. طبعا احنا عرفنا قبل كده الفرق ما بين الهاء المربوطه والتاء المربوطه. الهاء المربوطه ما عندهاش نقط. شاطرين، ما عندهاش نقط. طب التاء المربوطه عندها نقطتين فوقيها. شاطرين يا كيجي. طيب نيجي على السؤال اللي بعديه، يلا نقرا مع بعض. السؤال ده عايز ايه؟ بيقول لي هنا ضع انا او نحن. ضع انا او نحن. ايه ده؟ مين دول؟ مين انا ونحن؟ اسمهم ايه؟ ليهم اسم. اسمهم ضمائر المتكلم. اسمهم ضمائر المتكلم. انا ونحن ضمير متكلم. انا ونحن ضمير متكلم. انا للمفرد ونحن للجمع. انا ونحن ضمير متكلم. انا ونحن ضمير متكلم. انا للمفرد ونحن للجمع. شاطرين، واحنا عرفنا قبل كده ايه هو المفرد والجمع. المفرد يعني حاجة واحدة، الجمع يعني حاجات كتير. مفرد يعني حاجة، جمع يعني حاجات. مفرد يعني حاجة، جمع يعني حاجات. أنا بتاخد المفرد، أي حاجة مفرد بتاخدها أنا. طب والجمع؟ بتاخد نحن، نحن للجمع. خلاص يا كيجي؟ أنا بتكلم بيه عن مين؟ عن نفسي. أنا بتكلم بيه عن مين؟ عن نفسي. ونحن المين؟ للجمع. ونحن المين؟ للجمع. طيب نبدأ. طبعا قبل ما نحل لازم نقرأ الكلمة بتاعتنا، لازم نقرأ الكلمة عشان نعرف هي مفرد ولا جمع. لو مفرد تاخد أنا،
لو جمع تاخد نحن. يلا مع بعض كده نقرا. ها سمعاكم شاطرين. اسمع اسمع كلمه اسمع. طب كلمه اسمع ايه الدايره اللي فوق السين دي؟ السكون. برافو عليكم السكون. والحرف الساكن يخطف اللي قبله. يعني الحرف الساكن بنطقه مع الحرف اللي قبليه. انطقه ازاي؟ اخطف مع بعض الالف مع السين. اس اخطفهم مع بعض. اس اخطفهم مع بعض. اس يبقى اس مع اس مع. طيب لو فكرت كده كلمه اسمع هي مفرد ولا جمع؟ مين اللي ياخدها؟ المفرد ولا الجمع؟ لا برافو عليكم شاطرين. سامعاكم وبتقولوا انا اسمع انا اسمع لان انا بسمع لوحدي يبقى انا يبقى انا. وهنا لو ملاحظين اكتب انا ازاي؟ انا جايه ورا النون ايه؟ مد ايه؟ مد الف. برافو عليكم يبقى اخرها مد بالالف. شاطرين يا كيتشي. طيب نيجي الكلمة اللي بعديها يلا نقرأها مع بعض. نشرب. سامعاكم بتقرأوا صح. نشرب نشرب نشرب. الشين هنا لو لاحظنا برضو فوقيها السكون، والسكون يعني الشين حرف ساكن. برافو. نقول النون مع الشين نش. نقول النون مع الشين نش. يبقى نش نشرب نشرب. برافو يا كيجي شاطرين. طيب كلمة نشرب. نشرب دي انا اقولها لمين؟ تاخد مين؟ تاخد انا ولا نحن؟ يا ترى تاخد انا ولا نحن؟ برافو. نشرب كلنا، كلنا بنشرب يبقى جمع. يبقى نحن نشرب. نكتب مع بعض يلا. نحن نشرب عشان نشرب جمع ونحن بتاخد الجمع. برافو عليكم. يبقى نحن نشرب. يلا الكلمة اللي بعديها نقرأها مع بعض. تلميذ تلميذ. كلمة تلميذ، تلميذ ده يعني الطفل أو إحنا يعني اللي أنتوا بتسمعوني، مش أنتوا التلاميذ بس أنتوا تلاميذ جمع. هو تلميذ بقى مفرد، أنت اللي بتسمعني يبقى أنت إيه؟ مفرد. تلميذ أنت بتسمعني وتتعلم وبتدرس يبقى انت ايه؟ تلميذ. طيب كلمة تلميذ مفرد مفرد. طب الجمع بتاعها ايه؟ تلاميذ. طيب تلميذ مفرد انت بس لوحدك، يعني انت اللي بتسمعني تلميذ واحد او تلميذ. طيب تلميذ تاخد انا ولا نحن؟ برافو عليكم شاطرين. تاخد انا 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 انا. يبقى انا تلميذ انا تلميذ. برافو. جايه وراها ايه اللي احنا لسه قايلينا دلوقتي؟ تلاميذ تلاميذ. تلاميذ دي الجمع، المفرد بتاعها تلميذ. تلميذ واحد ده المفرد، والجمع بتاعها ايه؟ تلاميذ. الجمع بتاعها تلاميذ. لو لاحظنا هنا ايه الحرف ده؟ حد فاكره؟ شاطرين خالص برافو عليكم. لم الف. ولم الف ده انطقه ايه؟ لم الف انطقه لا. لم الف انطقه لا. يبقى انا بنطقه لا وانا بقرا اقوله لا. تلاميذ كلمة تلاميذ. طيب يبقى تلاميذ جمع صح؟ جمع. طيب والجمع مين بياخده؟ أنا ولا نحن؟ برافو عليكم شاطرين. نحن نحن تلاميذ نحن تلاميذ. طيب الكلمة اللي بعديها يلا نقرأ مع بعض. نلعب نلعب. كلمة نلعب. طيب
طبعا هنا ما اقدرش اقول ان دي مادة الف لان دي عصاية طويلة فردة دراعها لام. برافو عليكم، عصاية طويلة فردة دراعها لام. يبقى لما الاقي عصاية طويلة فردة ايديها على السطر كده تبقى لام، لان المد بالالف مش بيفرد ايده على السطر، من حروف ذات الايدي الواحدة اللي مش بتنفع تفرد ايديها على السطر خالص، ده المد بالالف. بس اللام عادي بتفرد ايديها على السطر لما بيكون في حرف جاي وراها. طيب يبقى نلعب، كلمة نلعب يا ترى اديها للمفرد ولا للجمع؟ هي مفرد ولا جمع؟ نلعب، كلنا بنلعب، يبقى ايه؟ نحن. برافو، يلا نكتب مع بعض، نحن نلعب، نحن نلعب. برافو عليك يا كيجي، شاطرين خالص. يلا السؤال اللي بعديه، نقرأ مع بعض السؤال ده. ضع هذا أو هذه أو هؤلاء، كمان مرة، ضع هذا أو هذه أو هؤلاء. مين دول؟ مين هذا أو هذه أو هؤلاء؟ مين دول التلاتة؟ الإخوات دول؟ دول أسماء الإشارة. برافو، يبقى أسماء الإشارة عندي هذا، هذه، هؤلاء. شاطرين يا كيجي. طيب طبعا قبل ما نبدأ نحل لازم نقرأ الكلمات بتاعتنا الأول، نقرأ كلمة كلمة بالراحة واحدة واحدة، يلا واحنا شاطرين خالص وبنعرف نقرأ كويس. يلا نقرأ مع بعض، د ج ج، كمان مرة، د ج ج، كلمة دجاجة، كلمة دجاجة، كلمة دجاجة فيها مد بالإيه؟ فيها مد بالألف. برافو عليك شاطرين، ومد بالألف يجي قبليه فاتحة، مد بالألف يجي قبليه فاتحة. برافو، يلا كلمة دجاجة، أفكر هنا كلمة دجاجة هي مفرد ولا جمع؟ ها مفرد، برافو، دجاجة مفرد. طيب هي مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث؟ يعني ايه مذكر ويعني ايه مؤنث؟ المذكر اللي بياخده الولد والمؤنث للبنت، يبقى مذكر للولد ومؤنث للبنت. برافو عليكم. طيب يبقى دجاجة هي مفرد مؤنث ولا مفرد مذكر؟ ها سامعاكم، مفرد مؤنث، شاطرين. المفرد المؤنث بياخد مين؟ مين ياخد مفرد مؤنث؟ هذا ولا هذه ولا هؤلاء؟ ها برافو، هذه. يبقى نكتب مع بعض، هذه دجاجة، هذه دجاجة، هذه طبعا شايفينها اخرها ايه؟ هاء مربوطة، اخرها هاء مربوطة. برافو عليك. نيجي اللي بعديه، الكلمة اللي بعديها نقرأها مع بعض، يلا، كتاب، كتاب، كلمة كتاب فيها مد ايه؟ برافو، مد ألف، مد ألف يجي قبليه فاتحة، مد بالألف يجي قبليه فاتحة. طيب كلمة كتاب، أفكر كده شوية، هل كلمة كتاب مفرد ولا جمع؟ برافو، كتاب واحد يبقى مفرد. طيب كتاب ده مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث؟ برافو، مفرد مذكر. طيب ايه في اسماء الاشارة اللي بياخد مفرد مذكر؟ برافو، هذا. يبقى نكتب مع بعض، هذا كتاب، هذا اخرها مد ايه؟ مد الف، هذا، يبقى هذا كتاب، شاطرين خالص. السؤال الكلمة اللي بعديها، نقرأ الكلمة يلا، بنات، بنات، كلمة بنات برضو فيها مد ايه يا ترى؟ ها سامعاكم بتقولوا مد بالألف، مد بالايه؟ بالألف، وبرضو قلنا مد بالألف يجي قبليه فاتحة. طيب كلمة بنات، كلمة بنات دي مفرد ولا جمع؟ مفرد يعني حاجة واحدة ولا جمع يعني حاجات كتير؟ ها برافو، بنات جمع، بنات جمع،
طيب جمع ايه بقى؟ هل البنات دول جمع عاقل ولا غير عاقل؟ يعني ايه عاقل وغير عاقل؟ عاقل يعني عنده عقل، عنده تفكير، بيفكر، بس غير عاقل ما عندوش عقل وما عندوش تفكير ومش بيفكر زينا. طيب البنات دول مين بقى؟ عندهم عقل ولا ما عندهمش؟ طبعا عندهم، يبقى دول جمع عاقل، بنات جمع عاقل. طيب مين في أسماء الإشارة بياخد جمع عاقل؟ هذا ولا هذه ولا هؤلاء؟ سمعاكوا بتقولوا هؤلاء للجمع العاقل، هؤلاء للجمع العاقل. شاطرين. نكتب هؤلاء بنات، هؤلاء بنات. ايه الحرف ده؟ لم ألف برضو. لم ألف انطاقه لا، لم ألف انطاقه لا. طب ايه دي؟ همزة على السطر، همزة على السطر. يبقى هؤلاء بنات، هؤلاء بنات. طيب شوف الكلمة اللي بعديها، كتب، كتب، كتب. كتب مفرد ولا جمع؟ جمع. شاطرين. كتب الجمع بتاعها، الكلمة كتب المفرد بتاعها ايه؟ فكر مع بعض كده. كتب دي جمع، كلمة جمع، المفرد بتاعها كتاب. شاطرين خالص. كتاب، يبقى كتب دي الجمع والمفرد كتاب. طيب لما اجي افكر كلمة كتب، افكر فيها كده، جمع عاقل ولا جمع غير عاقل؟ انا سامعاكم بتقولوا هي كتب عندها عقل. فعلا صح. شاطرين. الكتب ما عندهاش عقل، ما بتفكرش زينا، يبقى كتب جمع غير عاقل، كتب جمع غير عاقل. شاطرين خالص. طيب مين بقى اللي بياخد جمع غير عاقل في اسماء الاشاره؟ ها فكروا شويه. هذه، هذه للجمع الغير عاقل، هذه للجمع الغير عاقل. شاطرين خالص خالص خالص. يبقى احنا السؤال ده بيتكلم عن هذا وهذه وهؤلاء، الثلاثة دول اسمهم أسماء الإشارة. عندي هذا بتاخد مفرد مذكر، حاجة واحدة مذكر ولد، يبقى هذا بتاخد مفرد مذكر. طيب وهذه، هذه طماعة شوية بتحب تاخد حاجتين، ايه هما؟ بتاخد مفرد مؤنث وبتاخد جمع غير عاقل. هذه قلنا طماعة شوية بتاخد حاجتين، بتاخد مفرد مؤنث وجمع غير عاقل. طيب هؤلاء حاجة واحدة بس بتاخدها، هي الجمع العاقل، هؤلاء للجمع العاقل، هؤلاء للجمع العاقل، وهذه للجمع الغير عاقل، وهذه للجمع الغير عاقل. شاطرين يا كيجي، اتبسطت معاكم قوي قوي النهارده، ويا رب تكونوا اتبسطتوا انتوا كمان، ويلا اشوفكم على خير باذن الله. باي باي، مع السلامه.